بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه الهداة الثقات، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تجددت الأعوام والأوقات. فهذه نبذة يسيرة لفضيلة شيخنا محمد إلياس العطار القادري حفظه الله سبحانه وتعالى، الذي بذل جهوده وحياته خدمة لدين الله والتماسا لمرضاته سبحانه وتعالى، وجعل حياته كله خدمة لدين الإسلام وإصلاح المجتمع، وهو الذي أسس مركزا دعويا في عام 1401 موافق 1981، وقد وصلت رسالته ولله الحمد في شتى أنحاء العالم، واستفاد منها الكثير، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. والجدير بالذكر أنه فتح قناة فضائية إسلامية، والهدف منها هو إصلاح المجتمع وتوجيه المجتمع نحو الدين الإسلامي الصحيح، ومعارضة البدع والضلالات والأباطيل، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء، ووفقه الله إلى عمل أكثر من ذلك، وكثر الله أمثاله في الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.